السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد عادل الحاج جاك من كلية الطب جامعة النيلين، المستوى السادس. مرحب بكم في سلسلة الفيديوهات اللي بعملها من فترة وفترة للتعريف بعلوم الأعصاب المختلفة، وبالإضافة لوضعها في السودان وطريقة الكتابة في الجامعة. أنا بعتذر شديد عن التأخير اللي كان في الفترة الماضية بالنسبة لانشغال وكمية من الظروف الحاصلة في الفترة الماضية، لكن إن شاء الله بنحاول أن نواصل ونشرح المواضيع دي كلها في الفيديوهات أو البث المباشر اللي بنعرضه لكم هنا في الجروب. مرحبا بجميع أعضاء مجموعة الباحثين السودانيين، نتشرف كثير بطرحي للموضوع ده وآمل أنه ينال إعجابكم، ومرحب بأسئلتكم إن شاء الله تعالى. نبدأ زي ما كان قلت، عرفت بنفسي بأنه أنا أحمد عادل الحاج جاك، وعندي كتاب في علوم الأعصاب الأساسية باسم الجاك سيكشر نوتس ان نيوروساينس، وبالإضافة لبعض المحاضرات والإيفنتس والبرامج اللي بعملها في مختلف الجامعات السودانية. نعرف بعلوم الأعصاب. علوم الأعصاب هي تشريح ووظائف الأعضاء العصبية وكيف تؤثر على التصرف أو على الطبيعة البشرية. بالإنجليزي it is the study of the anatomy and physiology of the nervous system and how it produces behavior. ده هو تعريف علوم الأعصاب أو النيورو ساينس. معظم الناس دي الحتة اللي بتلخبط دايما، أنه بيفتكر علوم الأعصاب هي نفسها طب المخ والأعصاب وجراحة المخ والأعصاب وكذا، في الحقيقة في فرق كبير يعني بيناتهم. نبدأ بالنشأة، وعشان نعرف النشأة لازم نشوف الحاجة المعروفة عند الناس شنو، وبعد ذاك نجي للحاجات اللي هي النيوروساينس وعلوم الأعصاب العادية. المعروف عند معظم الناس هو طب المخ والأعصاب، أو اللي هو النيورولوجي، اللي هو زول بيكون عنده عياء مثلا مثلا صداع نصفي أو أنواع الشلل المختلفة والجلطات، أو حتى مثلا عن الصرع والتشنجات وكده، وبيمشي للدكتور وبيكتب له العلاج بعد ما يعمل الفحوصات ويكشف عليه هو الكلام ده كله. فده هو طب المخ والأعصاب، وهو من التخصصات اللي لها علاقة بالطب الباطن، تخصص قديم جدا، ما حاجة جديدة أبدا ومعروف لدى الكل. الحاجة الثانية مثلا جراحة المخ والأعصاب، دي بتكون مهتمة بكل المشاكل الجراحية اللي بتصيب الجهاز العصبي ككل وعلاجها عن طريق الجراحة. وفي طب مخ وأعصاب الأطفال برضه، هو زي النيورولوجي أو الطب المخ والأعصاب العادي لكن مختص بأمراض الأطفال. في الطب النفسي برضه هو جزء من التخصصات العصبية، وله علاقة بالأمراض والاعتلالات اللي بتصيب النفسية للإنسان، نفسية الإنسان أو كده. فدي كلها تخصصات عصبية نجي، وكلها دي قديمة، ما حاجة جديدة يعني، كلها لها مئات السنين موجودة. الحاجة الجديدة واللي هي ما موجودة عندنا في السودان بشكل واضح وبشكل كويس إلى الآن، اللي هي التخصص الجديد اللي اسمه علوم الأعصاب أو نيورو ساينس. ما نيورولوجي ولا نيورو سيرجري ولا بيدياتريك نيورولوجي ولا سايكايتري ولا نيورو سايكايتري، هي نيورو ساينس. نيورو ساينس زي ما أسلفته هو ال study of the normal anatomy and physiology of the nervous system and how it produces behavior. ظهر كعلم منفصل ممكن نقول من فترة الخمسينات أو الستينات، لأنه هو فيه جانب تشريحي وفي نفس الوقت فيه جانب وظيفي، يعني فيه جانب له علاقة بالأناتومي أو التشريح، وجانب له علاقة بالفيزيولوجي. فده التخصص الجديد الموجود كعلوم أعصاب، ظهر في الخمسينات أو الستينات بالاندماج ما بين النيورو أناتومي ونيورو فيزيولوجي. تدخل فيها برضو بعض الحاجات اللي لها علاقة بالموليكيولر ميديسين والجينيتكس والحاجات زي دي كلها حاجات قاعدة تخش جديد في الفترة الحالية يعني. طيب، يعتبر العالم المعروف الأمريكي إيريك كاندل الحائز على جائزة نوبل في الطب، هو الأب الروحي لعلوم الأعصاب أو النيوروساينس. هو من أوائل الناس إن لم يكن الأول هم اللي عملوه وعمل التخصص بتاع علوم الأعصاب كتخصص منفصل. وعنده كتاب يعتبر عند الخواجات بيقولوا عليه The Bible of Neuroscience، أو الكتاب المقدس في علوم الأعصاب. اسم الكتاب Principles of Neural Science،
كتاب رائع جدا، ممكن يكون شامل لمعظم العلوم العصبية في حوالي 1200 إلى 1300 صفحة. فده هو الكتاب المعروف كحاجة تعتبر رائعة جدا لكل زول مهتم بعلوم الأعصاب إنه يقرأه ويستفيد منه. زي ما قلت إنه إيريك كاندل ده حاز على جائزة نوبل في الطب بسبب أبحاثه المتعلقة بالذاكرة وكيف الإنسان بيتذكر وبيخزن المعلومات المختلفة. فده بشكل مختصر جدا نشأة علوم الأعصاب وتطورها. علوم الأعصاب بقت ماشية أكتر وأكتر، ودخلت فيها أنواع التصوير الجديدة، بقت مساهمة فيها بشكل واضح. الرنين المغناطيسي كان له أثر كبير في تطور علوم الأعصاب، والآن دخلت حاجة اسمها الرنين المغناطيسي الوظيفي، وده بيتعلق بالأماكن المختلفة في المخ وهل بتكون شغالة في أثناء مواقف معينة أو كده، بالإضافة إلى بعض أنواع التصوير المختلفة اللي كل شوية العلم بيتحفنا بها. ودي كلها حاجات جديدة وجميلة جدا جدا بتساهم في تطور علوم الأعصاب. نجي للنقطة الثانية اللي هي وضع علوم الأعصاب عندنا في السودان. لما نجي للتخصصات السريرية زي طب المخ والأعصاب وكده وجراحة المخ والأعصاب وكده، دي متوفرة في السودان وموجودة يعني، وممكن الواحد يتخصص فيها بكل بساطة. لكن للأسف أن علوم الأعصاب الأساسية اللي هي ما تخصص سريري، هي تخصص أكاديمي بيحضر له ماجستير ودكتوراه، يعني ما تخصص سريري فيه تدريب في المجلس الطبي. فللأسف الشديد أنه هو غير متوفر إلى الآن. يعني ممكن الواحد مثلا يعمل ماجستير في التشريح الأناطومي، بياخد من ضمنها التشريح العصبي، لكن ما حياخد علوم الأعصاب ككل. ممكن برضو الواحد يعمل مثلا الماجستير في وظائف الأعضاء ككل، أعضاء الجسم كلها، وبياخد منها وظائف الأعضاء العصبية، لكن برضو ما حياخد كل علوم الأعصاب. علوم الأعصاب المفصولة براها كتدريس وكتحضير الدراسات العليا وكده، للأسف أنها ما متوفرة إلى الآن في السودان ولا موجودة في الجامعات حتى كشعب منفصلة. علوم الأعصاب عندنا تدرس عادة في الجامعات في السنة الثانية أو السنة الثالثة من كلية الطب أو باقي العلوم الصحية، بتدرس وفقا للشعب. يعني شعبة التشريح بتدرس جزء التشريح العصبي، وشعبة وظائف الأعضاء بتدرس وظائف الأعضاء العصبية، لكن إلى الآن ما اتفصلت. وده اللي حاجة نأمل أنها لقدام إن شاء الله تكون مفصولة. ليه؟ لأنه التركيز على أبحاث علوم الأعصاب دي له أثر كبير جدا. لو لاحظنا في الدول المتقدمة، أكثر دولة فيها علوم الأعصاب مفصولة وواضحة هي الولايات المتحدة الأمريكية. تقريبا كل الجامعات كده عندها الحاجة دي يعني. فنأمل لعل وعسى أنه تجي الحاجة دي عندنا في السودان إن شاء الله. على العموم هذا كان طرح بسيط كده لنشأة علوم الأعصاب وتطورها ووضعها الحالي في السودان. آمل أنه أنا أكون أفدتكم، وإن شاء الله في المرات القادمة في نهاية أسبوع قادمة إن شاء الله حنتكلم عن الحاجات التانية المختلفة. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.